طيب زميلتنا وعد السلمي، اهلا وسهلا وصباح النور. صباح النور لبنى وبكل مستمعي اكسبريس اف ام وشارع التونسي. موضوعنا اليوم مهم برشا، اللي هو داء الكلب والا انتشار الكلاب السائبه في المده الاخيره في برشا بلايص. فما تشكيات من المواطنين، فما وزاره الفلاحه اللي تتواصل عمليات تلقيح المده هذه الكل. احنا سمعنا التوانسه شنو حكيوا في الموضوع هذا. تشرى ياسر الكلاب، تشرى في البلايص الكل، اختار على المواطن. كلاب السايبة خويا مش نورمال، كل حومة اللي سيك ولاش تمشي في العطار، احنا توا في الحومة أنا قدام داري نعبد نلقى كلب قدام الدار، في هذاك ضروري، مش الكلاب الكل ما تنجمش تسيطر، راهو المواطن هو عنده دور، حاولوا نعاونوا احنا مثلا كي نشوفوا كلب هكا نحاولوا نهزوه، حاولوا ما يسالش اللي لابس بيه يهز شوية، الكلاب قدام الكل جات يرموا لهم في الماكلة ياكلوا مع الصغار، بدا الكلب هذا يخوف، أخو يخوف توا، سمعت قالوا فما بيت قاعدة تموت قاعدة تقدم، أنا واحدة نعرفها قاعدة تتزرخ كل يوم كل يوم في باستورال، بدا الكلب ومسكينة مرضت حالتها سائد جملة عزها كلب في الحومة. الدولة زينها تو تشدها كل البلدية ولا تلقت فيها من قبل ما عادش تو تقتلهم ولا تهد تلمهم في بلاصة معينة ولا كيفاش تلمها كلها في تحصرها تلقحوهم حتى كي يقدر مثلا يعرف واحد ولا كذا ما يخوفش. ما تقوليش حيوان ولا مش حيوان، هذه حاجة سيب في المرض لازم نقضوا عليها، هي تضر الإنسان لازم نقضيو عليها. المفروض البلدية هي تقوم بالواجب نتاعها، هي يلزمها الحيوانات السايبه الكل هذوك ما يلزمها كيف القطاس ما نجموش نحكموا فيهم، كان مشيت البوبيله تلقى كلب حشيك، كان مشيت في الكياس تلقى كلب من الدور تلقاهم، والله العظيم يا ساعات يعرضني كلب انا نقول صايب باش يدهم فيا، نبدا نهرب هكا ورا الرجال يقولوا لي لا لا ما تخافش راه ما يمسكش، ونعرف عليه يمسني ولا ما يمسنيش انا. انا نخرج من داري ونبدا خايف يدي على قلبي، ما نعطيش تمونيه ومليه راني تقدمت قبل وصار فيا ورصات في باستير وزرارق ودويات توا اللي تشوكي، لقح لهم على الاقل وعمل لهم مكان وناس تتبرع وتعطي وتوكلوهم وتشربوهم، انا يعني ضد اللي يقتلوهم حرام. ثم برشا كلاب في الشارع، انا واحده من الناس نخرج الخمسه نتاع الصباح نبدا عود براشه حتى اللي نوصل مع مجموعه الناس. كلاب لا يقول لك امراه حامله لا يقول لك طفل صغير، على الاقل تهزها من البلاصه، كيف تحبش تقول تهزها من البلاصه. لابد من اخذ قرار صارم في الموضوع هذا لانه موضوع خطير وخطير جدا، ناس ولا تمشي تعمل في المارش وكل واحد في يده عصا، يعرضوني سته وسبعه وثمانيه كلاب مع بعضهم، مش تلقح انت عندك امكانيات الدوله باش تدور على الكلاب وتلمها وتلقح لها، وين مش تنجم تلقح لها؟ باش ما تشدوا هذه كلاب معناها منفرده، الحل كما كانت الطريقه القديمه، اقتل في الليل السلام عليك، البلديه الفريق بتاع البلديه يخرج ينظف. وعد القنص اليوم، فما شكون يطالب بالقنص؟ فما صحيح برشا اراء لبنى، فما اللي تحدث فما ساعه نحسوا خوف معني عند التوانسه، فما اللي تحدث انه لازم من معناتها التلقيح تكون اولويه، فما اللي يحكي على القنص، فما اللي يقول لك لمدوهم في الكلاب هذايا سائبه في مكان معين معناتها باش نحميو التوانسه بالطبيعه. احنا للتعليق ينضم لنا احمد رجب عميد البياطره. عفوا صباح الخير سيد احمد. صباح الخير. صباح النور. بخير مدام، يعطيكم الصحة وشكرا لكم وكل فريق العمل معكم وتحية طيبة لإذاعة إكسبريس اف ام. شكرا لك كل مستمعيها. سيد أحمد كنت أسمع في التوينسة، شنو تعليقك ربما على اللي حكيوه معنا؟ والله يعطيهم الصحة المواطنين الكل اللي يقولوا فيه بريسك الكل صحيح، ما احنا كي تبدأ ثم برشا آراء وثم آراء باش تكون متضاربة على خاطر كل واحد نفهموه ونعذروه، كي تبدأ برشا آراء وقتها نحكموا القانون ونحكموا العلم ونحكموا العقل. بما معنى تو الاشكاليه هالكلاب السايبه واش نعملوا له؟ هنا باش نبدا بمبدا، هو مبدا صحه واحده اللي قلنا عمل تشاركي على المستوى المحلي الجهوي والوطني والعالمي. لماذا؟ وهنا نسطروا لماذا؟ لحمايه صحه الانسان والحيوان والبيئه. بما معنى يلزمني نحمي الانسان والحيوان، خاطر كنت نسمع في الساده المواطنين يقول لك هي حيوان خطير ويجيب المرض راه يلزم نقتلوه، كلام صحيح. واش معناه؟ هنا حمايه الانسان والحيوان راهو من الحيوانات، ردوا بالنا الخطيره. حيوان خطير اللي يشكل خطر هو نعرفه، حتى مواطن خطير يشكل خطر راه يتحاسب، يشد الحبس يا ثم عقوبات. باش نرجع نفهم من بعد، حيوان يجيب المرض، خاطر ما ننسوش اللي انا 60% من الامراض منقوله من الحيوان الى الانسان. ونزيدك حاجه اخرى يلزم يفهموها المواطنين، ثم بعض الامراض المشتركه بين البشر والحيوان ما يلزمناش نداوها حتى بالقانون. علاش؟ على خاطر كيما نذكر السل،
خاطر كي نستعمل الادويه، خاطر هي نفس الادويه نتاع البشر، كي نستعملها عند الحيوانات هك الجراثيم هذيك تتعود بالادويه، كي نجي نداوي في بشر ما عادش يرتاح لي. واحنا قلنا وحتى كي نداوي معناها لهنا باش نحمي الانسان والحيوان. وثم حاجه اخرى مهمه ثانا وعنا، خاطر قلنا الاراء متعدده، وقلنا هذه الرؤيه العامه باش نحمو البشر من الحيوانات المريضه ومن الحيوانات الاغريسيف. خاطر قلت نسمع في مواطن كريم يقول لك باش نعمل مارش نشد عصافي، دي صحيح، وفما بالك الصغار تو برشا صغار ما عادوش يقدروا يمشوا للمدارس، راهو موجود وريناهم بعينينا، هذا لم ينكره. نمشي تو للجانب القانوني. الجانب القانوني عندنا قرار المشترك نتاع السيد وزير الصحه والفلاحة والداخلية المؤرخ في 13 أفريل 1985 والمتعلق بالإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها لمقاومة داء الكلب. احنا قلنا اللي هنا رانا باش نحمو الحيوان والإنسان منين؟ من الحيوانات الخطيرة. مثلا عندي في الفصل 8 من القرار هذا يقول لك كل كلب معناها ولا قط حيوان لح معفن، تو نشوفوا نرجعوا من بعد اش معناها معفن، يجب قتله هو فورا. اش معناها حيوان معفن؟ وانا بربي نسمعوا بالباهي، حسب المعنى الفصل 7 حيوان معفن يقصد به حاجتين. الحاجه الاولى كل لاحم كلب ولا قط ولا غيره وقع عضه او خدشه من طرف كلب او قط مصاب بداء الكلب أو من طرف، ردوا بالنا هنا على خاطر نحكوا على الكلاب السايبة، أو من طرف حيوان ظليل ما تفقناش به، معناها أي قط كلب ولا قط يعضه حيوان آخر كلب ولا قط مصاب مؤكد اللي هو مصاب بداء الكلب، ولا لقيناه معضوض وما لقيناش الحيوان العضه، راهو اللي هنا علاش يجب قتله، ومن بعد نجموا نتناقشوا في طريقة القتل. تونجو علاش؟ على خاطر هذاك الحيوان هذاك من بعد هو بيده باش يمرض الكلب وباش يشكل خطر على الحيوانات الأخرى وعلى الإنسان. وعندي النقطة الثانية، كل حيوان كلب ولا قط ولا لاحم تم جست الاحتكاك اللي هنا بكلب ولا قط مؤكد اللي هو مصاب بداء الكلب، معناها سواء لاحم كلب ولا قط ولا غيره تعض ولا تخدش من حيوان مصاب بداء الكلب، خاصه الكلاب والقطط، والا حتى الاحتكاك في زون فما عندي متاكد في نقولوا 20 كلب سايبين فيهم كلب طلع بوزيتيف راس، راهو هذوكم اللي هنا القانون واضح وصريح يقول لك باش نتجنبوا الخطوره وباش ما يولوش مكلوبين وباش نحموا الحيوانات الاخرى والبشر، لازم عملية حتى حل باش كان نتخلصوا منهم على خاطر باش يولوا من بعد مكلوبين هنا. راهو هذا الجانب القانوني، واني سميته لكم القرار المشترك للساده وزراء الصحه والفلاحه والداخليه المؤرخ في 13 افريل 85. معناها باش بربي باش نلخص مهم برشا، راهو المهم رانا باش نحموا الحيوانات سفري واجب، باش نحمو البشر من كل حيوان باش نلخص يشكل خطوره، معناها حيوان شطان ياسر كل كلب يجي متعدي يهجم عليه ولا مواطن يهجم عليه هذاك راه ما يلزمش يكون موجود. كل حيوان ثان مريض لا ينقل المرض ما يكونش موجود. سيد احمد رجب نكونوا عادلين. نعم قلت لنا القتل توم بعد نقول لكم كيفاش. لهنا خلطنا لمرحلة القنص، أي كيفاش معناتها قصدك؟ لهنا يلزم تكون حاجة فعالة وما ترهبش المواطنين وما تقلقش، معناها بما معنى هو راهو القنص معناها صلى الله عليه وسلم تغضب المواطنين أو لا؟ القتل الرحيم حيوان مريض يعدي المرض، ونعاود ونأكد هنا باش نتكلم شوية بصفة علمية، راهو ثم حيوانات يسموهم ريزيرفوار معناها الجرثومه كما في الليشمانيوز ولا في السل ولا عده امراض اخرين. اول حاجه ثم امراض قلت لك من اللي يبدا الانتيبيوتيك مشترك بينه هو والعبد في الامراض الخطيره هذه والمنقوله، رانا بالقانون رانا وبالقانون وبالاوامر نتاع المنظمات الكبرى رانا ما ندوهمش باش نحموا من بعد للبشر حاجه. دونك هذاك باش يشكل خطر، وشنو باش نعمل له؟ لازمني نقول لازم القنص اللي هنا القتل اللي هنا نديسكيتو من بعد سفري القتل الرحيم راهو باهي، ثم طرق البنج وغيره وغيره وغيره. المواطنين كنت نسمع مشكورين يقول لك وشنو باش يشدهم وشكون، صحيح البلديات تقول لك ما عنديش فلوس، خاطر انا نرجع لنفس القرار يقول لك راهو ممنوع باش تلقى كلب سايب،
كل كلب سايب راه يجب ان نرجع لك نفس القرار اللي كنت نحكي عليه. أي. غير احنا نقولوا سيفري ثم توا هنا في اشكاليه للقرار هذا. وشنو الاشكاليه؟ ننسى ان هنا الشوارع الكبيره، نمشي لتونس الكبرى، نمشي المنوب اريان، المناطق الفلاحيه 99% من الكلاب سايبه اما مملوكه. يقول لك السيد انا عامله باش يعسلي على المرمه، عامله باش يعسلي على الاغنام، عامله باش يعسلي على الدار، لازم يكون سايب. بلا غالب هذه راه وضعيات مجعولين وموجودين. ثم مواطنين عائلات ومع العساسه وصغار والفوا كلب ولا قطوس يوكلوا فيه، وريناها في لي زابارتمون الكل في الحومه الكل. معناها لهنا راهو سيفري ثم مشاكل، والحوار انتم مشكورين الاعلام ثم حوار، ثم يقظه، ثم كل شيء. الاساس نرجع تو الاساس باش نربحوا كل شيء، راهو لازم تكون الحيوانات هذه ملقحه. ونرجع حسب القرار اللي كنت نحكيو على التلقيح. انت توا كنت تحكي على القنصة ونحكيو على التلقيح. الحملة الوطنية للتلقيح اللي انطلقت في 1 سبتمبر وتتواصل لاخر شهر اكتوبر، واللي نذكروا اللي هي حملة مجانية في مختلف جهات البلاد. كيفاش نجموا نقيموها الى حد الان يعني منذ انطلاقها توا 17 يوم، كيفاش نجموا نقيموها؟ قداش وصلنا تقريبا؟ معناتها شنو الارقام المتوفرة في علاقة بعدد القطط والكلاب اللي تم تلقيحها الى حد الان؟ يعطيك الصحة، لان نفس القرار اللي كنت نحكي فيه راه يقول لك في الفصل الاول كل كلب يصل سنه الى 3 أشهر يجب تلقيحه مهما كانت مكانه اقامته. والتلقيح بربي اللي هنا نذكر راهو المحور الاول نتاع صحة واحد، راهو كي تبدا الحيوان ملقح حتى كي يعض ولا يخدش، اول حاجه قدره ربي يكون ما فيش المرض، وثاني حاجه ينقص لي فك البروتوكول نتاع اللقاح والسيروم اللي نستعملوه للعباد. معناها التلقيح لدى الحيوانات يربحنا 10 مرات، معناها كي نخسروا مليار على التلقيح للحيوانات نربحوا من بعد مصروف حتى 10 مليار دوات دوايات وتلقيح على العباد. هذه حاجه مهم. سالتني باش نقول لك راهو احنا من احنا رانا نحبوا الدوله ونحبوا نعاونوها، اما من واجبنا باش ننقدوا. واش معناه ننقدوا؟ مثلا السنين الكل يقول لك سي بو حمله التلقيح ناجحه و80 و90%، اما الروف عباد ماتت الله يرحمهم بالكلب، والروف في عدد الحالات الحيوانات مثلا البارع عندنا 290 حاله داء كلب عند الحيوانات، ما هو شوي والعام ما كملش 290. أنا نعطيك اخر رقم نتاع البارح 290 حاله وفيات لدى الحيوانات بداء الكلب. للامانه التلقيح ناقص، التلقيح في الفتره هذه عده ولايات احنا قدمنا الحمله بربي ان شاء الله المسؤولين يسمعوا ويثبتوا اسكو التلقيح موجود ولا لا. ناقص برشا ناقص، انا بيدي يطلبوني نجي نلوج ما نلقاش. للامانه خلينا نتكلموا واضحين، التلقيح ناقص وتلقيح داء الكلب ناقص. ثم ولايات فيها وثم ولايات وثم مؤسسات اللي هي مجعوله باش تلقح ما فيهاش تلقيح، ان شاء الله يجي في القريب العاجل. هنا علاش تكلمت؟ باش يا خويا ما نتكلموا في الاستراتيجيه، لازم يكون عندي ستوك استراتيجيك نتاع 3 و4 موا. انا ما طلبتكش في ستوك استراتيجيك نتاع خلي لي طول ستوك استراتيجيك باش نتاع 3 و4 موا يا خويا نتاع شهري. عندي ستوك نتاع شهرين ثم ناقص التلقيح. حاجه اخرى بربي راه مهم، حمله ما فيهاش هي المبدا قلنا صحه واحده هذيك حمايه الانسان والحيوان والبيئة، راهو عمل تشاركي وعمل تشاركي فيه المحور الاول الوقايه عبر التلقيح، والمحور الثالث الشراكه الفعاله بين القطاع العام والخاص. القطاع الخاص راهو مشكورين زملائنا في القطاع العام يخدموا، اما عددهم راهو ضئيل. ما تحب توصل للهدف انت، والهدف هو القضاء على داء الكلب، والهدف هو اللي عملتها رسمتها المنظمات الكبرى منهم المنظمه العالميه للصحه في برشا دول متقدمه، ونحن تونس دوله متقدمه منها ناقصين شيء. شفر حاله من داء الكلب لدى البشر، يلزمك تكون عندك موارد ماديه وبشريه. انا اللي هل نجموا سيد احمد نوصلوا لها صفر حاله اصابه معناتها؟ ما هو انا والله يعني باش نحلف والله نهار اللي سمعتها استراتيجيه 2019 قلت لهم ما توصل لشيء، قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم راهو استراتيجيه ما حشتيش بها كان على الورق، حشتي بها فيها مواردها. أي. عندي معتمديه فيها ثمانيه عندي ولايه فيها 8 معتمديات وباريافها راهو يلزمني نلقحك الارياف، كان ما عنديش اطباء بياضره فيها كان 2 ولا 3 شكون باش يلقح؟ تو انت شكون باش يلقح؟ باش توصل للهدف. معناها الموارد راهي ناقصه، عدد الاطباء البياضره العموميين ناقص، وزيدوا كملوا الوزير الفايت القبل هذا نحلك التوكيل الصحي قال لك نجم نخدم وحده اللي هو ضد مبدا صحه واحده، صحه واحده عمل تشاركي وتكلمت
واتهمونا بالشوشره وبث اخبار كاذبه، هكا ماتوا 9 عباد، هي طلعت مش كاذبه الاخبار. باهي احنا نحبوا نطمنوا، احنا ماتوا 300 حيوان مش كاذبه. سيدي احمد احنا ماذا بينا نطمنوا، نعم. ما نخوفوش العباد، ناكدوا لهم انهم لازمنا ردوا بالنا. انا بالعكس مرات يلزمني نخوف العباد باش اللي عض ما يستهينش يمشي يلقح. صحيح هذا هو مرض داء الكلب، راهو يخوف وقاتل. خلينا نفكروا سيدي احمد، خلينا نفكروا شنو هو الاجراءات على لا يقدر مثلا اللي يسمع فينا شخص تعرض للعض والا خدش ولا اللي هو من كلب سائب، شنو الاجراءات مباشره لازم يعملها باختصار؟ قبل كل شيء باش نخوفوه المواطن، نقولوا له راهو مرض قاتل، كان ظهرت العلامات راهو قاتل، ما فيش دواء، وهذاك علاش يلزم نخوفوه؟ باش راهو نخوفوه مش باش نعملوا الشوشره، باش المواطن الكريم يرد باله على روحه. بما معنى يغسل بالماء والصابون على الاقل ربع ساعه، أي. ويمشي لاقرب مركز تلقيح، ونزيدوا نخوفوه نقولوا له اسمع اصبر، راهو كي تلقى راهو سي نورمال باش تلقى مراكز التلقيح معبيه، ثم حتى تو في ليزيرجونس، ثم اللي جاي اكسيدون، ثم اللي جاي عند اي مرض باش يبجلوه، دونك انت تصبر ساعتين ثلاثه اربعه خمسه سته، وهذاك ليش راهو والله غالب حتى في العلم مرات نخوفوا نخوفوا من الحاجه باش الناس ترد بالها على صحتها، مش نخوفوا معناها باش نعملوا البلبل، راهو نخوفوا باش الناس ما تستهترش، كنقولوا تكون واعيه بالوضع 24 ساعه ماكسيموم، وما يقول لك يلزم يستنى في مركز التلقيح، ويلزم كي يبدا البروتوكول يلزم يكمله. يكملوا لو قلنا يوصل بالماء والصابون على الاقل ربع ساعه، يمشي يلقح يلقى المركز معبي ما يروحش. علاش نتكلم هيك؟ خاطر ثم ناس مشت وروحت، والله غالب الله يرحمهم، ثم ناس ما كملتش البروتوكول وماتت، دونك احنا نستخلصوا العبر من الاخطاء اللي صاروا، راهو الخطا يصير. راهو النقص موجود، اما يلزمنا نستخلصوا منه حاجات باش نصلحوا. المسؤوليه. والحاجات هذيك يلزم نقولوها. باهي سيدي احمد رجب، كما قلت المسؤوليه اكيد تشاركيه، كما المواطن عنده دور، كما دوله عندها دور، المؤسسات والجهات الكل لازم تكون واعيه بالخطوره نتاع داء الكلب، ما غير ما نخوفوا العباد، ولكن لازم في نفس الوقت يكونوا واعيين باهميه معناتها الوقايه والا العلاج فيما بعد. سيدي احمد رجب عميد البياطره، شكرا ليك على تدخلك معنا اليوم. اذا لبنى كان هذا سيدي احمد رجب عميد البياطره اللي يحكي لنا على ربما فما نقص في التلقيح اللي لازم تتوفر في كامل الجمهورية. قال لازم ما نخوفوش العباد، ولكن لازم العباد تكون واعية، وراو فما إجراءات لازم تتبعها في حالة الإصابة ولا في حالة أنه تعرضت الخدش وإلا عض من الكلاب السائبة. تحدث زادة على القنص اللي منصوص معناتها وفق القانون، وعلى كما قلنا التلقيح اللي يقعد فما شوية نقص فيه. واضح وعد سلمي، مشكورة جدا على الحضور بحضنا، مشكور جدا زادة زيد العميد البياطرة، إن شاء الله بلطف على الناس الكل ويكونوا سالمين، وصغيرات زادة اللي قاعدين يمشوا المدرسة يبدأوا اللباس. عميد البياطرة أحمد رجب، الحوار كما تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، نذكركم برقمنا، رقمنا 95 999 687 باش تتصلوا بنا بداية من 11، وشنو رأيكم في العنف المدرسي؟ تبعت صغيرك للمدرسة والمعهد تبدأ مطمئن عليه نهار كامل وإلا لا؟ كيفاش ممكن الحد من العنف المدرسي؟ تحية المستمعين الكل اللي تابعوا فينا ويتابعوا في الشارع التونسي، تحية لسي أنور زادة التاكسيستي اللي وصلنا سلام ويقول لنا راو يتبع فينا، برشا 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 تحية ليك سي أنور، كان تسمع فينا توا. هذه الشارع التونسي حتى لل11:30.